الصحافة البريطانية كالعادة بتهتم بأخبار داعش أكتر من أي صحافة دولية تانية، وده بيعكس مدى الخوف البريطاني المتزايد إنه عدد كبير من البريطانيين في داعش، وفي تخوف من عودتهم لبريطانيا كمقاتلين مدربين على الإرهاب. اللي بيعزز التخوفات دي كان التصريح اللي نقلته الجارديان البريطانية عن أحد القيادات العسكرية البريطانية بأنه في 5 بريطانيين بيسافروا كل أسبوع العراق أو سوريا للانضمام لداعش، وده دول اللي بيتم حصرهم. يعني في ناس ممكن يكون معاها جوازات سفر بجنسيات مختلفة بتقدر أنها تسافر، ولكن في الآخر هم برضو بينتموا إلى بريطانيا. فيديو داعش اللي بيتم فيه رجم سيدة بدعوى تطبيق حد الزنا عليها، الاندبندنت البريطانية برضو سلطت الضوء عليه، وانه ازاي بعد فيديو قطع الرؤوس والقتل والعنف ظهر دلوقتي هذا النوع الجديد من الفيديوز، وانه دليل جديد على وحشية داعش في التعامل مع اي حد له افكار مختلفة عنهم، واننا لسه قدام تجاهل وعدم اتخاذ موقف حاسم عالمي تجاه داعش. تركيا بقى اللي زي ما شفنا انتقادها لواشنطن علشان امداد الاكراد بالسلاح لمحاربة داعش، هي نفسها اللي بعتت مبعوثها لليبيا اللي اجتمع برئيس الحكومة الإسلامية الليبية غير الشرعية وفقا لوكالة رويترز، واتفق معاه على عودة تسيير الرحلات الجوية من تركيا لمصر، وده بيطرح علامات استفهام وعلامات تعجب كمان على الإصرار التركي لدعم الإرهاب وخاصة على الحدود المصرية. توت عنخ آمون المرتبط عندنا بالقناع الذهبي الجميل، والعلماء المصريات والأثار مغرمين بأنهم يعرفوا أسرار الملك ده وأسباب وفاته. الصحافة العالمية مركزة بقالها كام يوم على التشريح الخارجي اللي حصل لمومياء الملك، واللي بتثبت أنه كان عنده خلل جيني وتشوهات، وحسب مجلة التايم أنه الملك اللي حكم مصر 10 سنين ومتعارف انه مات وهو عنده 19 سنة بسبب وقوعه من مركبة حربية قديمة، مجلة تايم قالت انه التشوهات اللي في جسمه وفي قدمه بتدل على انه مستحيل كان عنده القدرة من الاصل انه يركب اي مركبة حربية، وان مقبرته كان فيها 130 عكاز، والسبب وراء التشوهات دي ممكن يكون وراه انه ابو وام الملك كانوا اخوات، لكن حسب كلام العلماء ان لسه في ابحاث بتجري وان ده مش اخر كلام في الموضوع ده. خلونا نتكلم مع استاذ يوسف خليفه مدير قطاع الاثار المصريه بوزاره الاثار. استاذ يوسف مساء الخير. والصحافه والغرب بيهتموا باخبار المصريات واخبار اثارنا وبيسوقوا لها بشكل اكتر مننا، ليه؟ والله حضرتك، اولا انا دكتور يوسف خليفه رئيس قطاع الاثار المصري. عفوا يا دكتور. احب ولا يهمك، احب يعني اقول لك ان في مواقع مغرضه وليها اهداف، وهي معظمها مواقع يهوديه، حبوا ان هم ينالوا من عظمه ملوك مصر وحضاره مصر، لكن هي الابحاث اللي اتعملت دي ما هي الا دراسات. اولا يعني توت عنخ امون هو كان ضعيف البنيه، لكنه لم يكن به تشوهات او لم يكن به اي شيء يعوقه عن حكم مصر. ده توت عنخ امون يعني فرعون من فراعنة مصر العظام. يعني حضرتك بتشوف انه الابحاث اللي بتطلع وانه الصحافه العالميه بتتكلم عن موضوع توت عنخ امون بقالها كام يوم، يعني ده نوع من انواع يعني حضرتك واخدها بنظره سلبيه اكتر. يعني انا عايز اقول ايه، يعني اشمعنى التوقيت ده بيتكلموا عن توت عنخ امون؟ ده توت عنخ امون ده مالي الدنيا حضاره وسيطه واكتر فراعنه مصر شهره. طب هو فرضا انه في تشوهات او انه الابحاث بتقول ده ممكن ينال من مصر في ايه؟ ما هو حضرتك كده بيقولوا ان ده انت فرعون مصر العظيم ما كانش كامل البنيه، وازاي يحكم مصر وهو كده؟ وازاي انت بتقولوا ان عنده 55,000 قطعه اثريه في مقبرته وهو كان عنده تشوهات، او هو يعني كان غير كامل في، وازاي يكون اصلا ملك وهو كده؟ فانا بقول دي كلها دراسات ليس لها يعني
الدليل القوي على اللي هم بيقولوه لا توت عنخ آمون ايوه ثابت تاريخيا ان هو الاصابه اللي في رجله نتجت عن سقوطه من العجله الحربيه. طبعا ملك شاب يهوى الصيد، فكان كثير رحلات الصيد كثيره كثيرا ما يقوم بها، وبالتالي في احدى الرحلات سقط من عجله او مركبه. عموما احنا بيعزينا انه العلماء قالوا ان دي مش اخر دراسه وانه دراسات ما زالت مستمره. دكتور يوسف خليفه مدير قطاع الاثار المصريه بوزاره الاثار، انا بشكر حضرتك على وجودك معنا. الصحافه العالميه برضو ملهاش حديث من امبارح غير نجمه هوليوود ريني زالجر اللي ظهرت بوجه مختلف تماما لدرجه ان محدش عرفها نتيجه عمليات التجميل، وانها غيرت شكلها تماما وبدات تحصل مقارنات بينها وبين ابطال بعض الافلام الاجنبيه اللي بنشوف في الاخر ازاي البطل الهربان من العداله بيلجا لعمليات تجميل تغير شكله وتخفيه تماما. بدات مجلات وجرايد زي الجارديان تتكلم وتدافع عن انها حتى ولو غيرت شكلها فده سببه بعض الجمهور والصحافه اللي كانت دايما بتنتقد شكلها، فما نقدرش ان احنا نلوم الضغط العصبي اللي ممكن تكون تعرضت له النجمه الامريكيه. ولكن النهارده تيليجراف البريطانيه نقلت تصريحاتها بانه شكلها اختلف، لان كل الحكايه انها عجزت وانها كبرت زيها زي اي حد، وانها عايشه حاله من السلام النفسي مع نفسها ومع شكلها، واستنكرت بشده كلام الناس ان التغيير ده نتيجه عمليات تجميل، وقالت ان دي شائعات سخيفه. الأهم إن النهاردة الجرايد بدأت تغير من لهجتها الهجومية للنجمة، وإنه في الآخر المهم إنها تكون مبسوطة بشكلها.